60 بالعربي. الحمد لله مثل ما تلاحظوا تشوف الامن والامان يعم ان شاء الله اخوان المواطنين بشكل خاص، وان شاء الله يا ربي نطلب من الله سبحانه وتعالى ان يتحرر الايمن. واحنا اجينا لخدمه اخواننا المواطنين عانوا ما عانوا، والحمد لله والشكر مثل تلاحظ انت يعني الاعداد يعني اسبوع عن اسبوع تكثر ومتونس العالم بالاجواء الربيع، والحمد لله امان وماكو اي شيء. والله هي اكثر طلعات الناس تدري وقت طلعته هي يوم الجمعه، والناس شويه تطلع بعد صار سنتين ونص للسنوات كبت وحرمان ومعانا تدري من ايام داعش، هسه عن فضل الله وفضل التحرير والقوات المسلحه والحمد لله رجعت الحياه الطبيعيه ورجعت البسمه للاطفال شوفت عينك والحياه مثل ما كان، وتدريجيا تعامل الناس مع بعضهم ما ظلت هاي العنصريه وهذا ما اعرف ايش وهاي الافكار المريضه، والحمد لله يعني الحياه طبيعيه ظل بس شغله الماء والكهرباء ترجع تدريجيا ان شاء الله. بوقت داعش يعني ماكو سفرات ماكو هالطلعات زين، بس حاليا يعني بشكل عام الكل مثل ما يقول بعين واحد. ترحب على اسمك.